معنا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى بكير. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا فندم. تكلمنا عن أبرز الرسائل للرئيس السيسي خلال جلسة الذكاء الاصطناعي. النهاردة كانت جلسة مهمة جدا، جلسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. اتكلم سيادة الرئيس في آخر الجلسة عن وقال إن إحنا في منتدى شباب العالم بنناقش موضوعات مهمة للعالم وليس للدولة المصرية فقط، مهمة لكل الشباب، وخاصة أن الذكاء الاصطناعي بيتكلم عن المستقبل، هو بيتكلم عن الشباب الحالي وأبنائهم اللي هيتعاملوا مع القادم. اتكلم أن المقدمة في الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة كانت للدول المتقدمة، وقال أن احنا محتاجين أن احنا نشارك ونلحق بركب هذه الثورة الرابعة حتى لا تفوتنا الفرصة، وده شيء مهم جدا. اتكلم أن العلوم الجديدة سيترتب عليها أشياء كثيرة، منها مهن جديدة ستستحدث محل مهن ووظائف قديمة، فلابد أن نتحرك حتى نلحق بهذا الرجل. قال كلام مباشر، لازم نجهز أنفسنا للقادم، تعلمنا نفسه لابد أن يقوم بالمساهمة الحقيقية لتجهيز الشباب. وعشان كده تم ذكر الجامعات الحديثة اللي هتتضمن كل هذه العلوم التكنولوجية المتطورة. وعد مهم جدا، قال وعد لمصر وأفريقيا كلها أن سيفتتح في هذا العام القادم جيل جديد من الجامعات خلال العام الدراسي القادم، سيكون فيه كل العلوم والذكاء الاصطناعي، وقال حتى كده بالظبط كل علوم الموجودة في الدنيا، وأن مصر حريصة أنها تحصل هذه الجامعات على توأمة مع الجامعات العريقة حتى نضمن جودة التعليم المقدم لأبنائنا. وتكلم عن فائدة الذكاء الصناعي وقال أنه هو بيساعدنا على تجاوز الخطأ البشري بنسبة كبيرة، وبيوفر الوقت ويستخدم للقضاء على الفساد. وفي نقطة الفساد قال ليس المقصود الاستيلاء على الأموال فقط، ولكن الفساد له فساد في الأداء كثيرة. نعم. فساد في الأداء بالضبط كده، فسأل كده الفساد في الأداء، والناحية وخاصة أن مصر تتجه ناحية الإصلاح الإداري والميكنة، وقال إن شاء الله إن ده سيكون واضحا وجليا في نصف 2020 بانتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة، من العاصمة القديمة إلى العاصمة الجديدة. صحيح. من النقاط الهامة جدا اللي تكلم عنها رئيس، أول طبعا قال إن إحنا سنبدأ من حيث انتهى الآخرون، وده بيحقق نقلة نوعية لمصر. يعني يمكن ده قال كده حتى إن إحنا ممكن يكون التأخر ده إن قد يكون فيه ميزة نوعية. قال بس هل لدينا وقت وموارد في دولنا والدول الشبيهة للاهتمام بالعلم، أم إن إحنا هنضيع الوقت في، ودي نقطة مهمة، في التناحر وعدم الاستقرار وعدم الاستقرار الأمني، ودي نقطة في غاية الأهمية. قال لك إن في كل مرة تتحرك مصر للأمام بيكون دايما هناك عوائق وعقبات بتؤدي إلى فقدان هذه الفرصة. وكمسؤول في بلده، وعشان كده حذر الرئيس ايضا من وسائل التواصل الاجتماعي، لان هي في بعض الاحيان بتتبع اجندات معينه، اجندات مخابرات، لي يعني الاضرار بالدول التي لا تقف في الصف. ده اكيد. قال حاجه ثانيه مهمه جدا، قال ان القوانين والمبادئ والقيم اللي بتحكم التطور صنعت من اجل الدول المتقدمه. وقال ان العلماء هي عقول باهره رائعه تعمل التكنولوجيا، والسياسيين هم اللي بيستخدموها لصالح الأمن القومي، لصالح بلدهم. ولذلك الدول الضعيفة عليها أن تأخذ حذرها. قال إن لو ما خدتش بالها هتضيع. قال إن التطور قادم لا محالة، ويجب أن نكون مستعدين حتى لا يؤثر علينا بالسلب. تكلم سيادة الرئيس على شبكة التواصل الاجتماعي وتأثيرها، لأن هو تقدم منذ 5 سنوات في الأمم المتحدة وطالب بوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي. أيوة. خاصة التي تدعو للإرهاب. صحيح. والتي تطرح الأفكار المتطرفة وتجند الشباب البريء وتحويله إلى قطرة مخربين. ولذا وجب الانتباه إلى هذه النقطة بالذات. طيب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ مصطفى بكير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.